اهلا الخوت، اليوم الحد، فيديو جديدة. السيمانه اللي فاتت بديت كونسيبت ديال القاعه الخابيه، وفيه كان مولا نوبا ودوستويفسكي. اللي بغى الكتب يدخل الفيسبوك ولا الانستغرام، راه بوستيت اللينكات ديالهم. اليوم حلقه جديده من الكونسيبت ديال الكتاب المفتوح، واللي ما فاهمش الكونسيبت غادي نعاود نشرحو. كان ناخذ كتاب وكنقرا منه شي صفحات بالدارجه، هادشي اللي كاين. الكتاب ديال اليوم هو هذا، سميتو النهايه ديما قريبه، خرج في 2019، واللي كاتبو هو البودكاستر المعروف دان كارلين. الا ما عمرك سمعتي به، قلب على البودكاست ديالو، راه السيد عنده ما يقول وبالسوايع. اللي بغى يقرا الكتاب كامل راه غدا غادي نبوستي اللينك ديالو في فيسبوك والانستا، واللي بغى يدعم الشين في الباتريون راه اللينك تحت الفيديو. مشينا. الى ما قدراتش البشريه تهرس النمط ديال السلوك الجماعي اللي مشاو عليه جدودنا من النهار ودل الفجر ديال التاريخ، فغير تسناو شي حرب نوويه شي نهار في المستقبل. العداوات كانت ديما واقعه بين ريوس اصحاح جغرافيا وسياسيا في كاع الاوقات وكاع البلايص، من نهار بانوا المدن الاولين في بلاد ما بين الويدان. وغادي تكون كتخربق الا كان شي صحاب ليك بلي هادشي سهله. الا حيدنا شي عصور سلميه اللي كانت قليله ومقطعه، تبقى لنا اغلب الفترات واللي فيهم الحرب كانت شاعله. ولكن الحرب العالميه الماجيه غادي تكون اول وحده اللي مصادعين فيهم عندهم سلاحات فرقاعه تقدر تمحي الحضاره ديال سنين في عشيه وحده. في 30 اكتوبر 1961 طياره ديال الاتحاد السوفيتي لاحت قنبله هيدروجينيه في واحد الكوان ديال التجارب في القطب الشمالي. كانت اقوى دماكين في السلاح في العالم، شي حاجه هاربه. وحده من بين الاهداف ديال هاد التجربه هي يبينوا المراكنه باللي راهم حاضرين واللي دويرف. ولكن هاد الميساج فات الحدود المكان والزمان، ووصلت ريحه للبشر كاملين فوق الارض. المؤرخ جون لويس غاريس وصفها في الكتاب ديال الحرب البارده باكبر تفرقيعه بشريه وقعت فوق الارض. الفلاش ديالها ضرب تقريبا 1000 كيلومتر، والصحابه ديال الدخاخن طلعت ب 64 كيلومتر. في ذاك الوقت كانت اقوى قنبله عند امريكان قل من هادي في الجهد ب 4 المرات. الجنس البشري من ذاك الوقت تال دابا هو جار معاه اكثر من 70 عام ديال التجارب اللي خدامه يوميا. السؤال اللي مطروح هو واش نقدروا نوقفوا في وجه السلاحات اللي اخترعنا ولا لا؟ والسلاحات غدو كتطور ماشي العكس اللي كيوقع. الطريقه الوحيده اللي نقدروا نسدو بها الباب ديال التجارب هي لا عرفنا باللي ما نقدروش نوقفوا في وجه داكشي اللي صنعات يدينا. الانسان قدر يتأدبط مع بزاف ديال الظروف، يتباطى مع التحديات بلا حساب، ويوصل لهاد النيفو ديال الحضاره اللي عايشين فيه دابا. القرن 21 هذا عايشين وكنزيدو للقدام، والعدد ديالنا فوق الكره اكثر من اي وقت فات. ولكن لا ضربتي على لوريزون غادي تبان لك مشاكل اللي تقدر تقلب علينا الطابله من غير الا قدرنا نتادابطاو. وهادي هضره اخرى، بزاف اللي كيسميو هاد العصر من تاريخ البشريه اللي كنعيشو فيه بالفتره ديال السلام الطويل. هادي اكثر من 70 عام ما ناضت شي حرب بين القوى العظمى بحال اللي كانت في بلاد ما بين الويدان واللي موراها. الحرب العالميه، حروب نابليون، حرب 30 عام، حرب 100 عام، وانت غادي في الليستا. الحروب في هاد الاشياء الكبير كانت طريق كدوز منها البشريه ديما، حتميه ما منها هروب. حتى هادي 75 عام عدت كالمات القضيه مباشره من مور التنقيزه الخطيره اللي داروا السلاحات. هذا ما كيعنيش باللي ما كانتش مطايفات هنا وليه، العنف البشري ديما كاين، ولكن
لحد الساعه راحنا نجحنا نيفيتيو المطايفات الكبيره بين الدول العظيمه. القضيه مبرده وهكاك صعيب تميزي عليها، داخلين سوق راسنا حيت نقدروا نجاوبوها فيه، ولكن ما نقدروش نتيقوا فيه لحقاش نقدروا نزلقوا في شي حرب. وهادي عادتنا، راه البشريه شطاحه وما كتنساش هزات الكتف من العصر الحجري، وبنادم كيطحن في الطريق باغي يطور من السلاحات ديالو على حساب التكنولوجيا اللي كتزيد بشي نغيزه خفيفه. لا رجعتي غير شويه في التاريخ غادي تطيح في جيوش اللي تقدر تهز واحد منهم من شي عصر والتاني من عصر اخر، غادي تشريها ما بيناتهم وغتلقاهم شادين مع بعضياتهم في المطايفه والطرحامي، تقدر تقمر عليه اكس وتجيبها لاصقه. الاغلبيه كان كيطايف بنفس السلاحات لواحد الفتره طويله، الرمح القوس والنبله السيوفه والعودان وزيد وزيد، ولكن مورا نابليون بدا الدوغري ديال القتيله بين الجيوش كيطلع. زاد الثوره الصناعيه كملات الشغل ديالها بالصح، لوزينات التكنولوجي والعلوم بدلوا الكماره ديال الحرب. فاش وصلت 1914 الجيوش ولا العدد اللي فيها اكثر من اللي كان بزاف، والسلاحات تطورات بدرجه كبيره. الهيفي ويت يا معلم، هادشي كامل مكالي بالتروى القوه والشعوب، القوه باش تقتل عدد كبير من الناس زادت بواحد الدرجه ما مفهوماش في وقت قليل. ولا التطور التكنولوجي حاجه لا بد منها، حيت الا زقلتي شي حلقه وفاتوك سواء في السلاح ولا في التاكتيك غادي يهزك الماء. وهادشي اللي خلى العلماء عندهم واحد المكانه كبيره وسط هاد الحريره. التكنولوجيا ديال القرن العشرين اللي خدموها في الحرب العالميه الاولى رشقات الخوف في قلوب الناس كاملين. زيد على هذا ان العلوم زادت في الارسنال ديال السلاحات واحد القواده ما كطيحش على البال، فليتوكس د بنادم، الغاز والكيماوي، ولا البشر بحال سراق الزيت تصوت عليه يموت. الا كانت هاد الحاله اللي وصلت لها البشريه في الاخر ديال 1918، شنو كان مخبي المستقبل من بعد؟ كانوا بزاف المجهودات داروا باش حرب من هاد النوع ما بقاش تعاود، ولكن بعد قل من 20 عام سلاحات جديده شافت النور. في 1939 وقبل من شهر على الشعلة ديال الحرب العالمية الثانية، كتب اينشتاين للرئيس الامريكان روزفلت كيحضروا من الأسلحة النووية، وقال ليه بلي هاد الشي ماشي بعيد يبان في اليامات الماجين. تفرقي على اللي وقعت في الجابون توريك الشغل، جوج ديال القنبولات الذرية طيحوا شي 200,000 فيكتيم، والهلا يوريكم الحالة اللي كانوا فيها الجرحى. ها واحد خينا كان حاضر شوف شنو قال، بنادم تحرق لواحد الدرجة صعيب تميز بيناتهم، كل شي كحل بالرماد، حوايجهم مقطعين، بزاف منهم كانوا عريانين، الجلد ديال يديهم ودراعهم مدلي من صباعهم، وجوههم ما كانتش وجوه بنادم. لبقى كيعاود دخينا على داك المنظر، نعطيك سويعة وغادي نوض لك الشيب في الراس. هذا كان واحد من اللي بقاو عايشين مورا التقنبيلة، نفس الشهادة ديالو يقدر يعطيها واحد من هنا للقدام، غادي يكون سلت من التقنبيل ديال الحرب العالمية الثالثة. هادو غير جوج د القنبولات وشوف اشنو دارو، لا دار الزمان وتقنبلات الوقت بشي 200 وحدة، شنو غادي يوقع؟ واحد اللعيبة تيقولوا باللي قالها اينشتاين ماشي سير، مهم قالك اينشتاين ما عارف شنو الشكل ديال السلاحات اللي قدروا يكونوا في الحرب العالمية الثالثة، ولكن اللي عارف هو ان الحرب اللي موراها غادي تكون بالهراوات والحجر. سواء كان اينشتاين قال هاد الهضرة ولا لا، المعنى هو اللي كيهمنا، اللي تيبين باللي الحرب اللي غادي تترون فيها الدعوة مزيان غادي ترد البشرية سنين اللور.
هذه أول مرة الإنسان كيختارع سلاحات اللي تقدر تردو القرون الوسطى، ولينا مقادين في الصف مع الكوارث اللي ريبات الحضارات على مر العصور. شدينا بلاصة حدا الزلازل البراكن والأمراض. الحياة ديال الملاير ديال البشر كيلعبوا بها ناس قلال بين يديهم. وما تنساوش النهاية ديما قريبة، عرفتوا علاش؟ حيت الحيط مشقق، وفي أي نهار تقدر تفيق وتلقى البولة حمرة شعلات، الكتبة طلعات والرواح تقبطات، الكتاب المفتوح غادي يتسد هنا، واللي بغا كيف ما قلت لكم في الأول يدوز الفيسبوك ولا الانستغرام، راه غادي نلوح اللينك غدا. الكتاب راه جديد، خارج في 2019، وكاينه غير فيرسيون واحدة بالانجليزية، ما كاينش بالعربية. هذا ما كان أخوتي، تلاو.